العلاقة بين الأباء والأبناء تحتاج لرعاية واهتمام، خاصة كي يكونوا في سن مبكر. هذاك علاش تختلف آرائهم وتحليلاتهم بخصوص تربية الصغار وكيفية الحفاظ عليهم، خاصة وأن بعض الصغيرات يعديوا معظم الوقت ما بين القراية والجارد في حالة أنه الوالدين يخدموا وما عندهمش وقت باش يقعدوا معهم. مجبورين المرأة تخدم، الرجل يخدم، وباش تخليه؟ باش تخليه وحده في الدار؟ ما تنجمش، فهمني؟ دونك كما يقولوا الشر لابد منه. يرى بعض الاولياء انه غلاء المعيشه والظروف الماديه الصعيبه اللي مر بها التونسي تخليه ما يخرجش صغاره وما يفرهدهمش. كل نهار كيفاش يكون، ما نجمش تحكم عليها مربوطه بماديات، مربوطه كما تو بالطقس، ربي يرحمنا ان شاء الله تتواصل الامطار هذه. صغار بعد يبداو ناقصين برشا حاجات، ناقصين حنان الام اللي ديما يزهم معاها نهار كامل، تلقاهم مساكن ناقصين ناقصين. الفلوس الماديات، فماش ولي ما يحبش يخرج صغاره، فهمني؟ عام كامل معناها تريميستا يقرا وامتحانات وواحد وكل شيء، فهمني؟ ماذا بهم وقت اللي تجي السلعه؟ ماذا بهم يخرجوهم يحوسوا بهم يزيهم البلايص؟ قطع عنا برشا بلايص باهي، فهمني؟ لكن الماديات هي اللي تحكم. ويرى البعض الاخر ان وجود الصغار مع الام في معظم الاوقات يخليهم متوازنين صحيا ونفسيا حتى اذا كان ما خصلهمش وقت للتفريد. الام وحدها تقاه تبدا تشوف ولدها صغيره وكبيره، مش كي الروضه، الروضه ما يخدم روحه، ما يهمهمش، ما همش امهات. انت صغيرك ومعاه انت في الدار وامه وكل معناها، وان شاء الله تنجم تتبعوا كل. تتبين الاراء وتتعدد، خاصه اذا تعلق الموضوع بتربيه الصغار واللهو بهم، ومع تطور التكنولوجيا اللي خلقت فجوه بين الاباء والابناء وخلت مسؤوليه الوالدين تزيد تكبر بالحفاظ على صغارهم.